هل رب العيد يفطر؟ نعم الحمد لله. طيب تعلم نعم الله يرضى عنك الله يرضى عنك. هل رب العيد ما يفطر؟ طيب ابرة من أجل تسكين الألم، قل فريد لا طعام لا شراب حسب لم يخطر تمام مغذي سيروم أفطر لأن تقوم مقام الطعام والشراب تمام. طيب الله تعالى إذا الطعام والشراب وما جرى مجرى الطعام والشراب بنزين خمر خنزير بلاستيك الإبر إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب مفطرة إلا ما لا يفطر قبل في العين غير مفطر. فتح الله عليك اجلس. من يعرف مين مفسد من مفسدات الصيام؟ علم الجماعة نعم الجماعة الجماعة نعم. طيب في رمضان نعم وأيضا الاستمناء لكن لو احترم ربنا صيام صحيح. طيب غير من الفطرة قال الردة مطلق كل الأعمال والأكل والشرب العمدة والجماع والاستمناء نعم. قول الزور قول الزور قول الزور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة من يدع طعام وشراب. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا هل هذا من المفطرات؟ قال لو كان هذا من المفطرات لم يبقى لنا صيام. اليوم عند الناس في رمضان خاصة إمام المسجد أطاع والتراويح فيها كذا والمسجد فيه كذا وجماعة المسجد وكلام لو كان هذا من المفطرات لم يبقى لنا صيام. يقول الإمام أحمد هذا يعني هذا يقول الإمام أحمد من واعي ولو ما يسمع هذا لكن الناس اليوم يسمعوا هذا صح ولا كثير جدا في رمضان كلام الدنيا والغيبة والنميمة ومشاهدة الزور والعمل به طبعا مشاهدة التلفاز قنوات وما سبحان الله في رمضان. إذا هذا ليس من فطرة لكن هذا موقف للصيام. إذا الردة والأكل والشرب عنده والجماع والاستمناء غير من الفطرات. أفطر الحاجم والمحجوم الحجامة إذا احتجم من صائم أفطر غير فطرات من تعلم القيء عمده أدخل إصبع في فيه واستقى عمده تعمد إذا أفطر خرج بهذا يا أتكلم أنا أو تتكلم من؟ الحجامة أنا ما أسمع شيء إلا بعد النار. من يتكلم؟ أنت ولا؟ ما أنت أكيد أول إذا أنا أتكلم أول نعم آخر شيء لكما ما هو؟ آخر شيء لكما بعد الحجامة لأنك ما تنتبه. القيء عمده لو أدخل إصبعه في فيه واستقى أخطأ خرج بهذا ما لو مر في الطريق مثلا وراء شيء وخرج ما في بطنه فهذا صيام صحيح أجلس غير من المفطرات. نزول دم الحيض والنفاس نزول دم الحيض والنفاس كذلك الأخير قطع النية نوى الفطر في نهار رمضان أفطر وإن لم يفطر قال الله ما أصدق مفهوم؟ طيب من يعيد لي هذه المفطرات؟ سبعة ذهاب العقل بعد المغرب ذهاب العقل إن شاء الله الآن نخلي العقل بعد من يذكر لي المفطرات أخوان؟ نعم الشيخ
لكن سمعت الردة. الردة الله تعالى مقبل كل الأعمال وهذا أهم ناقل. نعم الثاني. نعم الثانية الجماع. الأكل والشرب عنده الجماع والاستمناء. الحيض والنفاس ولا من الحيض والنفاس القيء عمدا الحجامة قطعني فتح الله عليك من يعيدها نعم استنشاق البخور عنده اسمع انا اسمع الا بعد الفرق من يعيد لي هذا النواقض كيف اسمع بسم الله الردة نسأل الله السلامة عنه ومحفظه كلنا الاكل والشرب عنه الجماع والاستمناء والقيء عمدا والقيء عمدا والحجامه ونزول دم الحيض والنفاس وانقطاع النية وقطع النية نعم اطار السجن نعم الاول الرده الثاني ما دخلت فيه الاكل والشرب وما جرى غير الاكل والشرب وما يقوم مقام الطعام والشراب ابيض وغادي حجامة الحيض والنزول دم الحيض والنفاس الجماع الاستمناء قطع النية الله تعالى تعالى شيء الأول الردة محفظة كل الأعمال الأكل والشرب عنه نزول دم الحيض والنفاس قطع النية الجماع الاستمناء الحجامة القيء عند الذكر فتح الله عليك هذا العلم اضبطه بعدين اي ناقض غير هذا الناقض ليس بناقض التضيف منها مرضى غير ناقض فقره العلم غير ناقض بهذا تضبط العلم غير هذا الالتزام غير ناقض السباحه غير ناقض الصيام مفهوم وانتهى أجابنا عن كل الأسئلة الحمد لله طيب من يعيدني الدرس كامل نعم بسم الله أول ما أخذنا في هذا الدرس لماذا ندرس فقه الصيام قلنا لأننا لا يمكن أن نعلم أي عمل إلا ونتعلم أحكام هذا العمل بما ورد في الكتاب والسنة عرفنا الصيام وقلنا لا بد في الصيام لركنين نعم النية والإنسان من يعرف لي الصيام تعرف الصيام قبل لو كان يسأل يقول أنت صائم تقول نعم قال ما هو الصيام قال ما عندك قال روح تعلم تعلم دينك فتح الله عليك التعبد لله نية للإنسان عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. طيب على من يجب الصيام؟ مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم كلهم من الحيض والنفاس. طيب مفسدات الصيام الردة الأكل والشرب أكل والشرب عمدا الجماع والاستمناء القيء عمدا نزول دم الحيض قطع النية والحجامة الآن تكتب هذه الأشياء فبتعمل الإمام صلى الله عليه وسلم ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ماذا؟ نعم لماذا نتعلم الصيام؟ لماذا فما تكون هذه الدورة في الصيام لأن الصيام لا يمكن أن يقبل إلا بمعرفة أحكام هذا الأمر وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام طيب طيب ما حكم صيام شهر رمضان؟ حكم صيام شهر رمضان مستحب واجب مكروه محرم جائز نعم واجب ما الدليل على وجوب صيام شهر رمضان الكتاب والسنة واجماع الامه لا يمكن ان يخالف احد
في فرضية صيام شهر رمضان، والذي ينكر صيام شهر رمضان أنكر ما هو معلوم الذي يفترض، مثل ينكر وجوب الصلاة الخمس، تحريم الربا، تحريم الزنا، فهذا إن كان حديث عن الإسلام تعلم، فإن رجع وكان تركنا وإن أصر وكان. طيب، ما الحكمة من الصيام؟ ما الفائدة؟ وما الحكمة من الصيام؟ أي صيام شهر رمضان؟ التقوى لعلكم تتقوا، لأنك الآن الصيام تعلم التقوى، تتقي الله ثم أحدث ولا تأكل ولا تشرب. طيب غيره؟ العبادة والصبر. نعم، تعلم الصبر، صبر على الطاعة لا تصوم، وعلى المعصية المحرمات، وعلى أقدار الله قدر الله عليك هنا أن تصوم 20 ساعة مثلا تصبر، صح؟ وغيره؟ نعم، تشعر بحال فقير ساعات تمر عليه ولا يجد شيء، وكذلك تعرف قيمة النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، أحيانا ما تمر ساعة إلا أن تأكل وتشرب. نعم، وغيره؟ أنك عبد، تعلم أنك عبد، والعبد ليس له إلا السمع والطاعة، السمع والطاعة والتسليم، ما تقول لماذا نصوم رمضان ولا نصوم محرم مثلا. نعم، طيب، على من يجب الصيام؟ المسلم خرج من هذا الكافر، وقلنا هذا أهم ما يكون، لابد أن تتعلم التوحيد وتبرأ من الشرك، ولا يكون عندك شيء قد يدخل في الصيام والعبادة، البلد والقلوب، والعقل، النية، والمعدل، والصحة، والإقامة، والخروج من حيض النفس. طيب، هل يصح صيام الكافر؟ نعم لا، الذي يعلم لا. إذا كان يصد الرب ويصوم صيام باطل، يصوم ولا يصلي صيام باطل، فهل معنى هذا يقول له اذهب ولا تصلي ولا تصوم؟ لا، تعال، لا بد ان تصوم وتصلي، ونحن نتعاون سويا ونجتمع على طاعه الله. طيب، هل يصح صيام المجنون؟ لا يصح. لا يصح. هل يصح صيام السكران؟ ويجب عليه الصيام. نقول يجب عليه الصيام، نقول لا تسكر وتصوم. نعم. نعم، لأن المجنون هذا باختياره، لكن هذا غير اختياره، هذه حرام، ما ممكن تكون حرام، هذه حقارة. نعم، الحرارة في أن تذهب عليه، والحرام أن تكون في سلوانك، موجود اليوم حضارة اليوم في أن تلتم العقل وتأكل الخبائث تنزيل وأن تقول في السروال كين تقول ثم يرفع السروال بلا استجمام واستجمام، هذه حضارة صحيح؟ اليوم طلبة هذه حضارة، والحضارة أتركها ما طيب، هل يصح صيام الصغير؟ هل يجب الصيام على الصغير؟ لا يجب الصيام على الصغير، لكن يستحب له الصيام، ويجب على ولي الصغير تعويد الصغير على السن. ونحن نعرف ان الان ابائنا صلى الله عليه وسلم كانوا يعودون على الصيام، كيف؟ يقول لا بد ان تصوم، تصوم ما يتعب الا الظهر، صغير تقول له اسمع اذهب وكل راجع، ويتعود في اليوم الاول الى الظهر الى كذا، واذا تعب ياكل وتقول ان شاء الله غدا تكمل الصيام حتى يستطيع الصيام. ذكرنا في الدرس الماضي انه من العجب ان المراه وهي محجوره ما تراها ابدا تاكل في نهار رمضان، مع انها معذوره بحيض او نفاس، ما ترى حتى الزوج ما يرى، صحيح؟ يستحي. وهناك من يأكل في نهار رمضان على نهار، صح؟ نعم، بل يدعوه
إذا لم تدعو أنت للطاعة هو دعاء للمسألة فقط سجارة. نعم صحيح. كنا في العام الماضي تحولنا في رمضان خيمات في تركيا سوريا. خرج إمام المسجد أتوارد صلاة الظهر وجد رجل جلد ما شاء الله يشرب الدخان. خلوا عندي سؤال قال إذا كان هنا يعني الإمام يسأل هذا يشرب الدخان قال له هناك رجل يضرب عشرة قوي ما تقول عنه قال ما شاء الله هذا قوي ضرب قال طيب رجل يضرب مئة قال ممكن قال ممكن هذا ما شاء الله هذا أقوى من الأول الكريم